كل سنة وكل الفنانين والفنانات في مصر وفي العالم العربي وفي العالم اللي يعرفونا واحنا نعرفهم، كل سنة وهم طيبين بمناسبة اليوم العالمي للفن التشكيلي. وبرد عليك يا دكتورة ريما وبقول لك انت ما تزعليش من اللي بيحصل اصلا في مصر ولا في اي من الدول العربية مثلا، واحنا بنسمع او متابعين للي بيحصل يعني، لان ده طبيعي. وفي الفنون عموما في الوطن العربي وغالبا في مصر طبعا، عشان هي الاساس في حكايه الفن ديت بالنسبه للدول العربيه. شوفي حضرتك دلوقتي ايه اللي بيحصل، انت تلاقي ايه دلوقتي الموجود ايه على الساحه، ما هو من المستويات الهابطه يعني. وهي دي اللي بتاخد يعني مساحة وبتاخد توجهات وبتاع، ما تعرفيش ايه السبب، هل التوجه بتاعهم ايه الواضح ايه بالظبط. لكن قارنيها بالمطربين مثلا والممثلين، في ممثلين كتير جدا بتلاقيها ظهرت فترة وبعد كده بتختفي، نتيجة طبعا لعوامل المخرجين او المنتجين او طبيعة المجتمع في الوقت دوت، ايه متطلبات المجتمع، عايز ايه، عايز يشوف ايه. طبعا يعني الكلام ده كنا بنقراه وكل الكلام ده كنا بنشاهده وبنسمعه من المخرجين والمنتجين، وبالتالي يعمل عشان ما يخسرش. نفس الموضوع بالنسبة للمطربين، يعني واحد زي الفنان علي الحجار ده يعمل ايه مثلا، ولا ايمان البحر درويش، ولا مدحت صالح، محمد الحلو، وناس كتير ممكن جدا كنا الناس اسمائها، يعني دول يعملوا ايه في وجود الفن مقابل ليهم المهرجانات واللي طالع واخده صيت، وحتى في ده الناس اللي في المجتمع بقوا يدافعوا دلوقتي عن اللي بيغنوا مهرجانات. فبالتالي انت يعني حزينة على ايه، او يعني زعلانة من ايه؟ ما هو نفس الحكاية بالنسبة للفنان التشكيلي، بل يمكن الفنان التشكيلي عشان احنا فئة الى حد ما مهمشة يعني، مش مفيش اهتمام بيها قوي يعني من الدولة، ولا مرصود لها أجزاء كبيرة، ولا مساحات مثلا في الجرايد كل يوم بتتكتب عنها، ولا أخبارنا موجودة في التلفزيون، ولا أي حاجة من الحاجات دي زي الممثلين مثلا والمطربين. لكن لحد ما إحنا بنحاول وبنخلي الباقي كله على ربنا زي ما بنقول. فالهيصة بتاعت الحركة اللي موجود فيها حاليا دلوقتي التشكيلية، واللي على الساحة دلوقتي اللي هم شايفينهم كده على السطح، كل دول هيختفوا تاني، كل دول هيختفوا تاني. نفس حصل، لكن جيل التسعينات اللي حط البصمة، اللي وضع النواة اللي الدنيا ماشية بيها في مصر يعني، عمرها ما هتختفي مهما حاولوا، مهما دبروا، مهما عملوا، ومهما رفعوا ناس عندها 10 سنين رفعوهم، وناس عندها 15 سنة، وناس عندها مش عارف ايه، ويقول لك الفن مش بالسن ولا مش عارف ايه الحاجات، كل الحاجات دي كلها، او بالتنظيم المعارض والاحداث الفنية يجيب لك 20,000 فنان، يقول لك الملتقى الدولي مش عارف ايه، حاجات زي ما سميناها مهرجانات الملتقيات، ما هي نفس الحكاية، مهرجانات في الموسيقى. وشوف وصلت الدنيا لايه، ودلوقتي نقيب المهن الموسيقية بيحاول، الفنان هاني شاكر بيحاول يلم الدنيا يعني. لا احنا ما عندناش بقى حد عايز يلم الحكاية، هي الحكاية كده مسرسقة كده شمال ويمين، وربنا يصلح الحال يعني. فانت ما تزعليش من اي حاجة، انت ما تزعليش من اي حاجة، وخليها على الله، وان شاء الله بإذن الله احنا شغالين، سواء يعني الناس موافقين او مش موافقين احنا موجودين، والوسائل الناس عملوا كومنت معانا او ما عملوش، الناس علقوا على شغلنا او ما علقوش، الناس اهتموا باللي هم يهنونا او يباركوا لنا او يشجعونا بمعرض او باي حاجه من الحاجات دي، ولا يهمنا في اي حاجه. احنا في الانترنت ده موجود للعالم كله، واحنا بنخاطب العالم مش بنخاطب الناس اللي موجودة، احنا زهقنا خلاص من احنا نكلم الناس اللي موجودة عندنا، احنا دلوقتي بنخاطب الناس اللي بره. هو ده احسن حاجة، هو ده الاساس، وهو ده اللي فئة من الفنانين عملوا ونجحوا فيه، المخاطبة العالمية وليس المخاطبة المحلية للأسف يعني. مع ان
واحد زي نجيب محفوظ عمره ما كان مهتم بالعالمية، بل بالعكس العالمية اللي اهتمت بيه، لأن هو كان متعمق جدا في المحلية. لكن احنا عندنا بالنسبة للفن التشكيلي بقى واضح، او يمكن بال2020 او بداية من 2011 الحكاية اختلفت بعد الثورة، يظهر بقى وبتاع، فبأصبح بقى اللي يعني المفروض اللي انت ما تهتمش بالمحلية تهتم بالعالمية، والمحلية هي اللي هتهتم بيك لما يقولوك انت راجل مشهور وراجل بتعرض في معارض خارجية وهو الاخره، هيهتموا بيك جامد جدا جدا ويحطوك على راسهم من فوق. فيعني الوضع كله حاجة يعني تحزن وحاجة تكسف يعني. واعتقد ان الكورونا دي يعني بلاء من ربنا سبحانه وتعالى للناس عموما، لتغيير حياتهم في حاجات كتير جدا، للإرهابيين اللي عمالين بيدمروا الدين وبيدمروا حاجات كتيرة جدا من البشرية باسم الدين، وده والدين يعني بريء منهم تماما. بيغير في حكاية اقتصاد دول، بيغير دول، بيرفع دول وبينزل دول، الله أعلم ايه اللي هيحصل بعد انتهاء البلاء ده. احنا بندعي ربنا ان شاء الله انه يديك الصحة ويدينا الصحة ونقدر نكمل، وإن شاء الله إحنا مكملين في طريقنا، مكملين في شغلنا، في إنتاجنا، سواء الناس كانوا معانا أهلا وسهلا واهتموا بإنتاجنا أهلا وسهلا، سواء الناس ما كانوش معانا وما اهتموش بإنتاجنا أهلا وسهلا برضو. الفترة اللي جاية إن شاء الله إحنا هنحاول بقدر الامكان في ظل الحظر ده اللي احنا نفكر الناس، لان في ناس كتير برضو ما عندهاش التاريخ ده اللي احنا قدرنا نعمله، او الاحداث اللي احنا قدرنا عملناها في اسكندرية، في اللي عصرونا وفي ناس ما عصروناش. احنا هنحاول ان شاء الله باذن الله نعمل عملية تذكير كده ونفكر الناس ونقول للناس احنا عملنا ايه، لان الناس اغلبهم دلوقتي بقى بياخدوا الحاجات اللي احنا عملناها وينسبوها لنفسهم او يعملوا اكنهم هم اللي عاملينهم او حاجه زي كده. ف ربنا يصلح الحال يا رب، ويبعد عننا وعنكم كل حاجه وحشه، ويخلص هذا البلاء علينا وعلى مصر بكل خير ان شاء الله، ونطلع منها منتصرين باذن الله. السلام عليكم.